العودة للفقرة الأخيرة من حلقتنا اليوم. السيارة مثل ما هي أساسية للرجل، كمان هي أساسية للمرأة. يعني أي وحدة أو أي شخص حابب يروح يشتري سيارة لازم يشتري سيارة بتشبهه. أكيد لازم شخصيته تطلع في السيارة. صحيح. يعني أنت بعدك ما عندك سيارة؟ لا بس بفكر في حاجة صغيرة كده تدخل بالسيارة. أنا بتخيلك إيه بالضبط، بسيارة صغيرة هيك مهضومة كيوت مثلك. لهيك أنا حضرت لكم قائمة فيها كل الأكسسوريز الترندينج اليوم يلي ممكن إنه تميز لكم السيارة تبعكم. خلينا نشوف شو هي أول أكسسوري معنا لليوم. مين قال إنه الأدوات تحت الأكواب هي بس للطاولات؟ فيكن تشيلوا الأكسسوارات يلي ما إلها لزوم وتحطوا هاي الأدوات تحت الأكواب الملونة وتشوفوا كيف رح يصير الوضع داخل السيارة أنظف وأجمل. يعني الكار هولدرز أو حاملة الكوب هي شيء كتير مهم بكل سيارة. أكيد بتحمي إنه ما تتكب على عبايتها أو تحميها. أكيد. تاني أكسسوري معنا لليوم هو الرموش. رموش؟ ولا مرة شفتيهن؟ بشوفه يعني حسبها كرتوني اللي هي بتطلع. لا 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 بحط رموش على أضواء السيارة. خلي بحطها بسيارتي. خلينا نفرجيكم. هاي الرموش خاصة بالسيدات يلي بيتعاملوا مع السيارة كأنه ولد من أولادهم، وبالتالي فيهم يحطوا الرموش على المصابيح الأمامية لحتى تظهر شيك وفريدة من نوعها. الرموش أغلب اللي بيحطوهن أو بيستخدمون على السيارة هن بنات، أنا شخصياً ما بفضلهم بس حلوين. عنا كمان أكسسري شوي مهضوم اللي هو لصقات بتنحط على السيارة، وأغلب المستخدمين لهي اللصقات على أشكال وأنواع مختلفة هن طبعاً البنات. بس أنا قبل كده شفت واحدة ماشية أول ما سمحوا السواقة لينا في السعودية كتبت امرأة تسوق هذه العربية. حلو. مرة حلوة إنه احترموها لا تجكروها خليها تمشي سيف. سمعتوا؟ حولي المظهر الخارجي لسيارتك لتحفة من الورود الفنية يلي ما بيمتلكها حدا غيرك. بس يكون الانتيريور تبع السيارة مصنوع من الجلد، خاصة بالبلدان الحارة في كتير ناس بتفضل انه تحط كفر على مقود السيارة او الستيرينج ويل مشان يعني يحموا ايديهم اثناء القيادة من الحرارة. حبيتي؟ حبيت. بس كل شيء فيه فرير وريش. بالضبط. شكلك ما تحب كذا. لا. تحبي بيسك يكون جلد؟ فضل احرق ايدي يعني، او مثلا بلبس جلوفز. على فكره سيرة الجلوفز الحين برضه صار عندنا جلوفز للي ما يبغى انه يده تسمر من الشمس. ايه ففي جلوفز. ايه وحلوين فيري ستايلش يعني بحس فينتج. خامس اكسسوري عندي احساس انه راح يكون المفضل اكسسوري عند هبه اللي هو لوحه السياره الفاخره. كانك عرفتي في دريفن لبست تي شيرت انا عملته بنفسي لوحه السياره اللي اكزاكتلي هبه 1994. انتم حلو لانه عندكم بالسعوديه احرف يعني ثلاث احرف واربع ارقام. ايه نحن اسامينا بيزبطوا مثلا هبه وشهد. ايوه صح. حلوين. ابغى اشوف لك لوحه واجيب لك هي. بالضبط. إذا كنت بصدد تغيير مرآة السيارة فالأفضل أنه تمتلك اللوحة إطار بيتجانس بفكرة واحدة مع المرآة الداخلية. هبه كل السيارات مزودين بعلقات بالمقعد الخلفي وبساعدنا طبعا انه نعلق بعض الاشياء، لكن احيانا هن صغار وما بكفوا يعني بيكون عندنا مشتريات كثير او بدنا نعلق كثير قصص بالسياره، فصار فينا انه نزيد على سيارتنا علقات خاصه بكل مشترياتنا. هذا شيء ممكن ينبسطوا فيه اكثر شيء الشباب او المذيعات يعلقوا التياب بالملابس. فبتعلقوا كانوا توبين ما بيكفي فالحين يعبوا اكثر. او المذيعات اللي بضلهم مع استوديو وتياب صور ملابسهم. السائقات دائما بيتساءلوا ليش ما تم الكشف عن هالمنتج من قبل، لانه اكبر تحدي لهم هو كيف يحطوا حقائب اليد بشكل امن لما تتحرك السياره، لانه بعض المقتنيات داخل الجزدان هي هشه، وبالتالي هي التعليقات الموصوله بمساند الراس بتسمح انه نخلي الاكياس والحقائب داخل السياره ونحميها من الاتساخ، كما انه مش رح تتعرض الاشياء الثمينه بداخلها للتكسير، وبالتالي هي التعليقات فكره مدهشة. بالنسبة لي ريحة السيارة أهم شيء، أهم أكسسري بكون بالسيارة، لهيك الاير فريشنرز كمان من ضمن الأكسسوارات يلي لازم تستخدموها بالسيارة أو لازم تكون موجودة. مطر السيارة بيكون غير البرفيوم. بالضبط. بيكون متناسب مع الجو. ايه. مع المكيف. صح. كمان أنا بحب ريحة الليمون يعني هيك ريحة تكون فريش. أنا أحب أشياء سويت فيها فانيلا وكذا. يا فانيلا. الورود اللافندر.
ممكن انه تختاري الرائحة يلي بتناسبك مثل البامكن سبايس لاتيز. معطرات الهواء هي اكثر اناقة بكثير من الانواع يلي بتلاقيها بالمتاجر العادية. وللأشخاص يلي ما بيحبوا إنه سيارتهم يكون فيها ريحة معينة، أحسن شيء يستخدموا عطر خاص بالسيارات مصنوع من فحم القصب، يعني بيمتص كل الروائح السيئة بالسيارة. بالضبط، إذا كان أحد مدخن في السيارة فدائما روائح السيارة تكون وحشة، فحلو يكون فيها شيء أورجانيك زي الفحم اللي يمص أي ريحة وحشة. صح، فحلو يكون موجود. معطر السيارات الخاص المصنوع من فحم القصب هو منتج فريد من نوعه، بيطرد الرائحة البشعة، وهو بيتضمن رائحة عطرة بالسيارة لمدة 365 يوم، يعني رح تضل سيارتك ريحتها حلوة لمدة سنة كاملة. طبعاً وجود كل هاي الإكسسوارات لازم تسهل علينا المشوار واستخدام السيارة بطريقة أفضل. Exactly. ويكون نحن مشوارنا بالسيارة مريح، بس هالشي أبداً ما بيعني أنه تلهينا عن الطريق أو أنه منسوق منيح. ولا تكون هنا همنا يعني بالضبط. يعني Exactly. ممكن نتهم في السيارة أكتر من الإكسسوار، يعني أهم شيء بالسيارة الحزام وأنه نسوق على مهلنا وبأمان.